شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد القادر بن عزوز. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم. منور، الله يبارك يسلمك، ربي يحفظك. أمين جماعين إن شاء الله. كما نسعد أيضا بالترحيب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مرحبا أستاذ عبد، الله يحفظك ويبارك فيك. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر وسط الشاشة من حين إلى آخر بعد موضوع هذا اليوم إن شاء الله. شيخنا شيخ محمد، في الآونة الأخيرة كثرت الأسئلة حول الوسواس، البعض يشك يعني في عبادته، في صلاته، في حياته اليومية، فالوسواس هذا يأثر عليه فتجده يكرر ما يفعله، يعني في وضوئه يجد أنه يكرر الوضوء، في صلاته ينسى أنه يعني صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، فنصيحة لمن يعاني من هذا المرض في عبادته، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأعزاء الأكارم حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا الموضوع تكرر حقيقة، تكررت فيه أسئلة المتصلين، وأسئلة المتصلين أو المتصلون وإن كانوا معدودين إلا أنهم نموذج لكثرة في المجتمع نعلمها. أعلموا أن في المجتمع كثرة الوسواس بصورة موجودة يعني كبيرة عند الناس، حقيقة لا يمكن أن تنكر، سيما في أغلب الأحيان يأتي من الجانب الديني، والوسواس قد يتطور إلى أن يصبح مرضا نفسيا، مرض نفسي، يصبح وسواسا قهريا يلازم صاحبه ولا يستطيع أن يتخلص منه. الوسواس جعله النبي صلى الله عليه وسلم كيدا من مكائد الشيطان، ولذلك الصحابة قد حصل لهم شيء من هذا، ليس بالصورة التي يقع فيها الناس، ولكن من قبيل الوسوسة ومن قبيل الكيد. فعندما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لو أنني أسقط من السماء إلى الأرض، أو أن أتردى من جبل إلى أسفل، أحب إلي من أن أتكلم بما أجد في نفسي. لو كان نطيح من فوق وما نهضرش واش راني نعاني، لأنه هذا الشيء الذي يجده لأنه عظيم وكبير، يتعاظم أن يذكره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسة، رد كيده، كيد الشيطان إلى وسوسة، بمعنى أن هذا داخل في مكائد الشيطان، ومكائد الشيطان كثيرة. ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه الكبير إعلام الموقعين يذكر من مكائد الشيطان، يذكر سبعة، ويذكر من مكائد الشيطان هذه السبعة، يذكر المباح وهو كيد من مكائد الشيطان، ويذكر الطاعة أيضا من مكائد الشيطان، يصبح الشيطان آمرا بالطاعة، فأنت يشوفك طايع خلاص انتهى، يئس من بطلانك، يئس من تركك الطاعة، فيأتي ليزين لك طاعة صغيرة على حساب طاعة كبيرة، ويأتي ليزين لك طاعة نفعها مقتصر عليك
على حساب طاعة نفعها يعمك ويعم جميع الناس. وهذا من مداخل الشيطان كما سماها ابن القيم، من مداخل الشيطان، من المداخل. ولذلك اعتبر كيد الشيطان بهذه الصورة أو وسوسة الشيطان من مكائده. فلذلك ينبغي على الذي أصيب بالوسواس أن يعلم بأنه واقع في مصيدة من مصائد الشيطان. وبعد لما نوصل إلى مرحلة، لما يوصل الموسوس إلى مرحلة لما يقول لك أنا الصلاة هذه اللي تجيب لي هذا الوسواس ما نقدرش نكمل، ويترك الصلاة. عندما تسأله عندما تركت الصلاة ماذا حدث لك، يقول لك ارتحت، سبحان لا إله إلا الله. وهذا هو الشيطان، هذه المكيدة على الشيطان، هذه المكيدة على الشيطان ليحاول أن يضعفك، ويحاول أن يكره لك هذه الطاعة التي أنت فيها، فلم يستطع أن يدفعك إلى تركها فدفعك إلى الوسوسة. عندما يفهم الموسوس هذا يستطيع أن يحارب. ثم إنه العلم، الجهل دائما قائد إلى الوسوسة. فالذي يعلم، تجد مثلا كالإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى في بعض فتواه، يرى بأن الموسوس بمثل هذه الصورة لا طلاق عليه لو أنه تلفظ في حالة من الحالات التي يكون فيها. فهذا الحكم دليل على أنه لا تكليف عليه. هذا هو حاجة مهمة. فعندما تصاب بمثل هذا نقول لك لا تكليف. وش معنى لا تكليف؟ أنت شكيت غسلت يديك ولا ما غسلتش، لا تكليف، اعتبرها باللي غسلت. نعم. شكيت بلي ثلاثة ولا أربعة، لا تكليف، اعتبرها ثلاثة ولا أربعة ما يهمش، اعتبرها أربعة. هل تسجد لي بعد السلام؟ نقول لك تسألني، قل لي أنا شكيت بلي تركت السورة. نعم. أسجد؟ نقول لك نعم تسجد. صح تقول لي ولكنه يحدث لي في كل صلاة. نقول لك لا تسجد، خلاص أنت ما خرجت من دائرة التكليف، هذا يدخل في الوسواس والاعتبار. طيب العلم، افرض جدلا أنني فعلا لم أقرأ السورة وأنا لا أعلم، افرض حقا أنني تركت يدي وأنا لا أعلم، وانت راك تقول لي لا كمل، اعتبر الوضوء تاعك صحيح، اعتبر الصلاة تاعك صحيحة، ما الذي يحدث؟ الله تعالى لا يحاسب على هذا، لأنك مرفوع عليك القلم في مثل هذه الحالة، أنت لا تحاسب على هذا. فهذا العلم هو أساس في محاربة الوسواس. يذكر حتى بعض الصالحين أصيبوا بالوسواس، صالحون ومنهم من التابع التابعين كسفيان الثوري وغيره، طبعا في وسواس بسيط يعني مش وسواس تاع القهري. قلت لا يسلم منه حتى الصالحون. لماذا؟ لأنه داخل في مكائد الشيطان ووساوسه وصده عن سبيل الله تعالى، يريد أن يبعد الناس عن ذلك. ولذلك لا حيلة ولا علاج إلا بتركه وعدم الالتفات إليه، يقينا بأن الله تعالى لا يحاسب على الخلل الذي يكون أثناء الوسواس. نعم. وبالله التوفيق، ربي يشافي الجميع يا رب. بارك الله فيكم. أمين. نشرع بحول الله تعالى مشاهدينا الكرام في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. هناك بعض الأسئلة لم نتمكن من الإجابة عنها. شيخنا الشيخ عبد القادر الحاج أحمد من قسنطينة ترك سنة مؤكدة في صلاة مفروضة وتذكرها بعد الإفراغ من الصلاة، في هذه الحالة ما عليه؟ شكرا أستاذ المنعم. هو الأصل الإنقاص من الصلاة وخاصة السنة المؤكدة، سجودها يكون قبل السلام، ولكن لما الآن هو سلم وخرج من الصلاة ممكن أن يستدركها بعد السلام. هو الأصل قبل، ولكن
لتصحيح صلاته وكذا، فيكون بعد السلام، ممكن يكون بعد السلام، على القول من يقول أن السجود فقط بعد السلام. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. الشيخنا شيخ محمد الحاجة فاطمة من بومرداس تسأل: كيف يكون الدعاء للأموات؟ هل بقراءة الفاتحة وآية الكرسي عند القبر، أم نكتفي فقط بالدعاء؟ لا، هو العمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن جئتهم، يعني أهل البقيع، ماذا أقول؟ قال: قل السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم أجمعين. هذا هو. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. بالنسبة لسؤالها الثاني، فنرجو من السيدة فاطمة التواصل معنا مرة أخرى، وسيجيب عنه إن شاء الله فضيلة الشيخ سعيد بوزري، لأنه فيه بعض يعني الأسئلة الخاصة سيسألها الشيخ وستجيب عنه إن شاء الله سيدة فاطمة. مشاهدينا الكرام، نحن بانتظار اتصالاتكم واستفساراتكم، والزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات، والشيخ عبد القادر والشيخ محمد في الإجابة عنها بإذنه تعالى. هل هناك اتصال زملائي الكرام؟ زملائي، هل هناك اتصال؟ طيب، شيخنا الشيخ عبد القادر وسأل أيضا عن من تعمد وترك وترك نعم سنة مؤكدة، نعم، هي لا تبطل الصلاة ولكن تنقص من فضلها وأجلها. هذا هو المفتى به، هذا هو المفتى به، لأنها صلاته ناقصة لأنه ترك سنة. لو ترك ركنا لبطلت الصلاة، ولكن تركه لسنة مؤكدة فيه نقص في صلاته. نسأل الله أن يعافينا من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بارك الله فيك. العفو. نستقبل مكالمة السيدة فتيحة من المدية. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي سيدة فتيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ربي يحفظك يبارك فيك طول في عمرك. نورين إن شاء الله. بنوركم، الله يحفظك. عندي سؤال أول. نعم. الصلاة في مسجد. نعم. مسجد الحرام إن شاء الله. كما يقولوا لنا الصلاة بألف صلاة. نعم. إن كانت عندها كاش فهو في صلاة فيها وأنا نشيتها قبل ما تصلي وراحت تما وطلعت، هل تجزى عليها هذيك الصلاة القديمة؟ فهمتك، تسأل عن الصلاة إذا كي تروح يعني البقعة المقدسة وتصلي ألف صلاة، هل الصلاة يعني الفائتة اللي ما صلتهاش تحجب يعني عن الصلاة هذه؟ هذا هو السؤال. كان عندي زين سؤال آخر. نعم. عندي وليدي يخدم في المواشي تاع الأضحية. نعم. وإحنا عدنا شيرة وما عدناش بها نعيدو، كل عام هو يعيد ويحشم علينا إحنا اللي ما نعيدوش، يفرض علينا هذيك العيد وتبقى من كل عام نخلصوا قديمة ونجيبوا جديدة، نخلصوا قديمة ونجيبوا جديدة، وهو ما يهدر ما يقول لنا شاطوني ولا ما تعطونيش ولا مفهوم شيخ؟ لا، عاودينا السؤال. حاسين باللي مكلفين بهذه الأضحية. الابن تاعكم هو اللي يجيب لكم الأضحية؟ وليدي يخدم فيهم. نعم. ايه خدمته فيهم. نعم. ايه كملي. انا تين شو كي تعرف هذا الدريين شو تيناك اللي حشمات كيف هو يخدم فيهم وحنا ما نصلوا من ما تضحيوش ضحوش وحنا شويه كي ولدك الاضحيه تجي غاديه شويه مش انا نحس بروحي ما ناش قادرين عليها، كل عام نشروها بالدين. نعم نعم، هو يخدم يعني عامل، ماهوش تاعو ماهوش ملكه. واضح واضح، هذه هي. وكاين أسئلة واحدة أخرى في الصلاة تاع قيام الليل. نعم. قيام الليل أنا يا حافظة شوية تاع قرآن مش بزاف. نعم. هل تجوز لنا بالصلاة بالصور القصيرة ولا بالصور الطويلة؟ ورتبوا صلاتنا ما رتبوهاش. نعم واضح.
هذه هي، وعندي طلب منكم تدعوا لي لوليدي يبقى مزواج ان شاء الله. ان شاء الله يسر له ربي. ان شاء الله يا ربي. قريبا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفق الجميع ان شاء الله. يا رب. والله يوفقكم الله ينوركم ربي يخليكم لينا ان شاء الله. امين. ويطول في عمرك سيده فتيحه، مع السلامه في حفظ الله. ربي يفرح وليدك ان شاء الله في القريب. خيرة من بشار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سيدة خيرة. عندي سؤال، أنا عندي 4 سنين زواج وما ربي مازال ما كتبليش الدرية. ربي يرزقك إن شاء الله. أيوة إن شاء الله يا رب. وشغل كي كنت نرقي وكاع يقولوا كلش مخلط، كل خطرة يقول لك عندك عين الحسد السحر، شغل قعدت في متاهة. نعم. يعطوني برنامج نتبعه، يعاود من وراه يقولوا لي راكي مليحه وكاع. نعم. من وراه نعاود نولي نفس المشكل. كيما نولي نعاود نرقي عند واحد اخر يقول لك واش عندك واش عندك. وكيف نرقي شغل الحاله نتاعي تبدل. نعم. يقول لك مثلا فلانه راه درت لك ولا من وراه هذه صارت فتنه زعما. نعم. صارت فتنه يقول لك فلانه وصرت تلقاها من اقرب الناس ليك. والطبيب رحتوا للطبيب؟ مشينا ومشينا ماشي مشاكل كبيرة، ما كان ماشي مشاكل كبيرة. المهم بالك من هذه، بالك من هذه على جانب الرقية. لكن الطبيب يقول بلي كاين حاجة. والطبيب واش قالكم؟ زيد كل خاطر الطبيب هذيك 3 سنين كي فوتنا نورمال، ما كانش مشكل. قال لك تقدروا كل شيء، تقدروا زعما عادي. بصح من هذيك 3 سنين كي بدينا نفوتوا قال لك عندك تكييف. ربي يشافيك ان شاء الله، تبعي مع الطبيب ان شاء الله وتبعي نصيحه الشيخ، وان شاء الله ربي يفرحك في القريب ان شاء الله بذريه صالحه ان شاء الله. إن شاء انت وجميع الاخوات والاخوه. عندي بالنسبه لصلاه المراه. صلاه المراه نعم. صلاه المراه واش هي كيما الرجل في السر والجهر؟ مع زعما شغل راني نقعد وحدي في الدار نبغي نقرا كيما زعما. يعني في الصلاة الجهرية تقصدي؟ في الصلاة الجهرية؟ ولا صلاة لازم نقراها بالسر. نعم. واو. واضح، ربي يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم، شكرا على الحصة. شكرا، مع السلامة في حفظ الله. مع السلامة. زملائي هل هناك؟ السلام. تفضلي ام انس. السلام عليكم. وعليكم السلام. من المدينة. عندي اسئله من فضلك. السؤال الاول. نعم. اريد دعاء لابعاد وساوس الشيطان. دعاء لابعاد وساوس الشيطان. وسواس الشيطان. نعم. السؤال الثاني من فضلك، بالنسبه للصلاه الفائته، انا اقضي بعد الظهر مثلا، اي ظهرين وفجرين وظهرين وعصرين، يعني في ان واحد، يعني زوج فجر زوج ظهر يعني مع بعض في آن واحد، هل نعم. هذا يجوز أم لا بالنسبة للصلاة الفائتة؟ نعم. يعني ما نقضيش نهار ونهار، يعني نقضي يومين فجر ظهر عصر هكذا، يعني في آن واحد، هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ نعم. مفهوم السؤال؟ مفهوم. هل هناك سؤال آخر؟ شكرا أمانس، ربي يوفقك. زهور من تلمسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سيدة زهور. واش راكم بخير؟ السلام على الشيوخ. وعليكم السلام ورحمة الله، ربي يحفظك ويطول في عمرك. يعطيك الخير. آمين لنا وليكم. الشيخ زعما نسألك على العاشر، زعما عنده زعما دراهم هكذا كبار، 200 مليون، شحال زعما يخرج عليهم؟ 200 مليون. ياه، وتاع ثاني واللي عنده 100 مليون. نعم. 100 مليون وحدها، وزعما هذه واحد زوج راهم مصاصين 100 ولا مصاصين هكذا. يعني ال 200 وحدها وال 100 وحدها. ياه. يعني ماشي تاع واحد. ياه. ماشي تاع واحد. لا ماشي تاع واحد، كل وحده وحده عندها 100 مليون، انت مانيش عارفه شحال تخرج عليها. وحده عندها 200 مليون، انت ثانيه واش يخرج شحال يخرج عليها، زعما شحال تخرج عليها. ان شاء الله، ربي يبارك لهم في مالهم ان شاء الله. امين امين، بارك الله. شكرا سيده زهور. الله يعطيكم الصحه على هذه الحصه اللي قمتم. شكرا، ربي يحفظك، دعاك الصالح. بارك الله فيك. مع السلامة. السلام. الشيوخ. الله يسلمك ويسلموا عليك. نهاركم مبروك. شكرا. السيدة. ألو. سيدة موني من العاصمة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، ونجيبها. تفضلي سيدة موني.
موني موني من العاصمة موني. تفضلي تفضلي أنا نسمعه فيك. تفضلك. حبيت نسأل، قلت لك كنت صغيرة ما كنت نصوم هكذا، ماشي عندي زمانية نصوم هكذا ولا خل، ومن بعد قالوا لي فدي ما عرفتش كيفاش نفدي. شحال ما صمتيش؟ بزاف هكذا نصوم نصوم وما عنديش النية، مرة ما نصومش مرة ما فهمتش كيف، وكان نحلف ثاني زعما ذاك الإنسان زعما نقول ما نوليش ليه. يعني بجهل ولا قالوا لي ما نديرهاش، نولي ما قلت راني حانتها كيفاش. بعذر ولا بدون عذر؟ نعم. كنتي معذورة هذاك الوقت ولا لا؟ لا ولا ما كنتيش تعرفي؟ ما كنتش نعرف، كنت كبيرة ما نعرفش زعما هذا واش يحب رمضان واش ما يحبش واش. نعم واضح. صح. مع السلامة سيدة موني، دعينا معك. شكرا. طيب شيخنا السيدة فتيحة من المدية تقول لك إن شاء الله راي رايح للبقاع المقدسة، وهناك قالت لك في الصلاة يعني في المسجد النبوي 1000 صلاة وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، تقول لك عندها صلاة فائتة، تقول لك في هذه الحالة كي نصلي هذه 1000 صلاة يعني الأجر تاع 1000 صلاة يعني تكتفي بما نصليش الصلاة الفائتة أو لازم نصليها؟ لا هذا في الأجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا في الأجر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يقعد يذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الشمس. فهذا في الفضل ليس في تحقيق الحجة أو العمرة. ونفس الشيء الذي يصلي في المسجد الحرام 1000 صلاة، المسجد النبوي والمسجد المسجد الحرام بمكة 100,000 صلاة، هذا في الفضل، في الفضل، لكن ليس في العدد، عدد الصلوات. قال أنا عندي شحال 1000 صلاة شحال تساوي من سنة، ومن بعد يقسمها ويصيب، قال مثلا عامين أو 3 سنين ولا 4 سنين، قال إذا أنا نحي 4 سنين. لا لا، هذا ما عندوش علاقة، إنما يحصل على ثواب صلاة واحدة يثاب عليها كأنه صلى 1000 صلاة أو كأنه صلى مئة ألف صلاة. أما الصلاة المكتوبة فحكمها آخر، تبقى صلاة فائتة، صلاة فائتة. جماهير العلماء قديما وحديثا يرون بقضائها. نعم بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا سيدة فتيحة من المدية تسأل في سؤالها الثاني عن ابنها، تقول يخدم في المال يعني نعم. في تربية الأغنام والأبقار كعامل، والمحيطين يعني من جيران وأقارب يقول لك كيفاش تخدموا في المال وما تضحيوش، فأصبحوا يعني يشريوها بالدين من كلام الناس اللي طاح عليهم. تقول لك هل نحن ملزمون بشرائها بالدين؟ وأولا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، هذا نقول لها ونقول لغيرها يعني ونقول أنفسنا. ثم الحديث نحن لا نستهين بسنة مؤكدة، ولكن قل الإنسان إذا كان عاجز في الواجبات، إذا كان عاجز عليها ولم يكلفه الله في الواجب اللي هو أكثر من السنة مؤكدة، ثم إحنا نشرو باه نرضي الله ليس لنرضي الناس. الناس ما شريتش يهضروا عليك وشريت يهضروا عليك، لأن هذا هو واش كنا نهضروا على الوسوسة والشيطان، واش يدير الشيطان ما يخدمش على روحه، لا بده يخدم. إذا بالتالي فنقول الآن إنسان هل يجوز مثلا، معليش إحنا نهضروا السؤال الأول ومن بعد مثلا واحد يسقسيني يقول لي هل يجوز إنسان يشريها بالدين ويخلصها وقادر به يخلصها بالتقسيط، نقول لا ماش مشكلة. ولكن إذا هو عاجز يعني يكلف نفسه بيشري هذا، قل لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لأن هذه طاعة، والطاعة على قدر الاستطاعة، قادر عيد ماكش قادر لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ثم نشوف قضية الفضل والأجر، إحنا المفروض هذه أضحية ومن وراها قاصدين مرضات الله وقاصدين أجر الثواب، هاو نشيرها ومن بعد ناكلوها اللحم وكل يروح نشرينا 2 كيلو لحم عند البوشي وخلاص، ولم نأخذ فضلها، ادينا دكلنا اللحم ولكن لم نأخذ الأجر والفضل، إنما الأعمال بالنيات كما قال سيدنا رسول الله. وبالتالي إذا عاجزين ما كلفش الله، قادرين معليش ولو بشوية على العام وتخلصوها بشوية ماشي مشكلة بالتقسيط، أما الدفع هذا يعني المبلغ وفيه مشقة، ما ربي ما كلفكمش يعني. إن شاء الله بارك الله فيك، ربي يكتب الأجر إن شاء الله.
السيدة فتيحة تسأل في سؤالها الثاني شيخ محمد، تقول لك أنا أحفظ قصار الصور ونقوم الليل، هل نحن ملزمون يعني نصلي بالصور البقرة والمائدة الطويلة، ولا نكتفي يعني بقصار الصور والأجر انتهى؟ كل صلاة بعد صلاة العشاء فهي من قيام الليل. نعم. والحمد لله رب العالمين. وصلاة الليل قيام الليل يحصل كما ورد في الآثار، وهي آثار كثير منها صحيح، يحصل بقدر حلب شاة. وش معنى قدر حلب شاة؟ الشاة هي النعجة، الشاة حلبها يعني معروف بأنه لحظات فقط. نعم. لحظات فقط، وليس كحلب البقرة على سبيل المثال والماعز أو الماعز بعد ذلك. فقيام الليل يحصل بقدر حلب شاة، ولما نقول بقدر حلب شاة أكيد بأنه قصار الصور أو آيات قليلة جدا، ولذلك بعض الصور القصيرة اللي فيها آيات كثيرة، آيات كثيرة، والإنسان مليح يحرص في قيام الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أن يقوم بعشر آيات، عشر آيات من الآيات الطويلة أو من الآيات القصيرة. فمن صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتب من الغافلين، فتحصل إن شاء الله تعالى ولو بالآيات القصيرة. الله يكتب الأجر وبارك الله فيك. الله يجزيك خير. شيخنا السيدة فتيحة تطلب منكم الدعاء لابنها بالزوجة الصالحة، والكثير أيضا ممن يتصلون بنا ويطلبون هذا الدعاء، فأن يرزقهم الله أزواجا طيبين. نسأل الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا يا رب إن شاء الله، وبنات المسلمين أبناء المسلمين جميعا، نقول بما بحسنة الدنيا والآخرة إن شاء الله. إن شاء الله. من حسنة الدنيا الزوجة الصالحة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى يسهل لهم أمورهم بحوله وقوته إن شاء الله يا رب. شيخنا السيدة خيرة من بشار تقول لك عندي 4 سنوات زواج، وعندي برنامج تاع يعني راحت عند رقاه وعطوها برنامج، قالوا لها اللي قالها عين واللي قالها حسد، وايضا سالناها اللي راحتي للطبيب قالها عندك يعني بعض التكيسات وما شابه ذلك، تقول لك هل يعني سبب هذا يعني عدم الحمل يكون سببه من العين والحسد؟ لا اتهم كل الرقاه، ولكن كثير منهم يخبطون خط عشواء للأسف الشديد. فمجرد يقولها طبيب تقول له مكان والو، فهو يشوف يميز هاك عندك سحر، عندك عين، عندك جن، عندك جن طيار، عندك جن عاشق، عندك جن كذا. ونسمع كلاما تبقى مستغرب يعني من أين إطلاق مثل هذا الكلام. وصل بهم الأمر شيخنا يقولها عين من الأقارب، يعني منين؟ كيف؟ كيف؟ بالله عليكم كيف يمكن للإنسان أن يصدر عاقل يعرف ربي أحكام، يعرف ربي ويخاف ربي، أن يصدر مثل هذه الأحكام في حق الناس ويخليهم يعيشوا في الأوهام؟ هذا لا يعني بأن السحر غير موجود، هذا لا يعني بأن العين ليست حق وليست موجودة، لا، لسنا ننكر قولنا هذا ليس مدعاة إلى الإنكار، ما ثبت في الدين أثبتناه، وما نفاه الدين لابد أن ننفيه. نعم. كنوا عاقلين. ولذلك عندنا قاعدة الآن، الطب تطور يعني يبدأ به. لماذا؟ لأنه مسألة الطب ما تنتظركش، عواقبها وخيمة في بعض الحالات بعض الأمراض، ولذلك لابد أن يبدأ بالتشخيص الطبي حتى لا نقع في هذا المحظور. يقول لك الطبيب خلاص صراح الحال، كان جيتني على البكري يعني. على البكري كنت نعالجك، الآن ما نقدرش. ولذلك الرقية الراقي لا يقول مثل هذا الكلام،
في أي لحظة يعالج. ولذلك ما نغلطوش نروحوا أولا عند الراقي بل نروحوا عند الطبيب لأنه حتى نطمئنوا على الأقل. هذه واحدة. الأمر الثاني، عدم وجود الشيء عند الطبيب في التحاليل لا يعني بالضرورة أنها مسألة رقية. قد تكون مسألة رقية وقد لا تكون. ولذلك أنت سألت أستاذ عبد المنعم وقالت عندك عند تكيسات، علاش ما حبيناش نصدقوا هذا التكيسات؟ علاش ما حبيناش نصدقوا الطبيب اللي قال عندك تكيسات وصدقنا الطبيب اللي يقول لك عندك عين؟ صدقنا الراقي اللي قال لك عندك عين. علاه ما صدقناش الطبيب اللي قال عندك تكيسات تمنع من الحمل، وصدقنا الراقي اللي يقول لك عندك سحر ولا عندك عين من الأقارب؟ منين جات هذه عين من الأقارب؟ منين؟ وش من دين يسمح باش نقولوا مثل فتنة. هذا الكلام نزرعوا فتنة بين الناس ومن بعد تبقى تشك في أي وحدة تدخل عليها من الأقارب. ولذلك نقول سيدتي أنا خير. مدام نقول سيدة خيرة، مدام الطبيب الرقية حق ولا ننكرها ولا يصح أن ننكرها باش نتفهموا مليح، ولكن عندها مجالاتها التي تعالجها. الطبيب ما يقدرش يعالج الرقية. الرقية ما تعالجش أمر الطبيب إلا إذا أراد الله تعالى، ونحن نؤمن بذلك. كما الصحابي قرأ بسم الله، قرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة على ملدوغ وبرا، كين منها. هل يمكن أن تقع لجميع الناس؟ الله أعلم. تقدر ديرها أنت تنجح، نديرها أنا ما نجحش أقدر. فلذلك ما هوش مدعاة لإنكار الرقية، ولكن دعوة إلى وضعها في محلها حتى لا تتهم الرقية، وحتى لا يتهم كتاب الله، وحتى لا يتهم الدين، وحتى لا يتهم القرآن. كل حاجة في موضعها. أنا أنصح سيدة خيرة بتعميق التحليل الطبي والمتابعة. ونهار اللي تيأسي طبيا ورحتي للرقية معليش. لماذا؟ لأن الرقية ما فيهاش شرح الحال في أي وقت. إن شاء الله ربي يرزقك سيدة خيرة عن قريب إن شاء الله. آمين. وجميع المسلمين إن شاء الله. شيخنا تسأل في سؤالها الثاني سيدة خيرة عن صلاة المرأة في الصلاة، يعني الصلاة الجهرية. هل هي كالرجل يعني كي تصليها في الدار المغرب والعشاء والصبح والفجر، يعني تصليها بصوت عالي كي تكون وحدها؟ لا، ليس بالضرورة، لأن السنة في الصلاة عند النساء هي السر فقط. لما نقول السر ليس المقصود بالسر هي القراءة في الصدر، يعني قراءة كما نقولوا احنا القراءة الصامتة، مش بمعنى أنه القراءة. السر هو أن تكون عندنا حركة للسان، لسان يتحرك، الإنسان يعرف روحه ويقرأ، ويمكنها أن تسمع نفسها. يعني كي نقولوا السر هو أقله الإنسان يسمع نفسه فقط، ما يسمعش الجيران، ما يسمعش اللي يكون بعيد عليه شوية، ولكن يسمع نفسه، هذا هو أقل السر. ممكن تقرأ هكذا تسمع نفسها فقط، لأن هذا هو السر. لأن بعض الناس يظن السر هو يقعد هكذا ساكت وراه يقرأ في قلبه. لا، القراءة السرية هي تحريك اللسان، ويسمع أو يسمع روحه باللي هو يقرأ، وعارف روحه باللي يقرأ، وراه يسمع، يعني هو يسمع نفسه، ما كاش مشكلة. هذا يعينها إن شاء الله. إن شاء الله وربي يتقبل إن شاء الله. شيخنا أم أنس من المدية تسأل عن دعاء لإبعاد الوسواس. لا يوجد دعاء محدد فيما أعلم، لا يوجد دعاء محدد لإبعاد الوسواس. والإنسان وللإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه الوسواس بمثل هذه الصورة. قال يا ربي أسألك أن تبعد عني الوسواس. ومليح الإنسان يقدم شيء من الطاعة، كأن يصلي ركعتين ثم يدعو الله، كأن يتصدق ثم يدعو الله، أو طاعة من الطاعات يقرأ القرآن، يا ربي إن تقبلت مني هذه القراءة أسألك أن تبعد عني الوسواس مثلا. فالله تعالى الدعاء عندنا مطلق الدعاء، والله تعالى يستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
بأي دعاء يدعو به المسلم يستجيب الله تعالى له. إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا استسأل في سؤالها الثاني، تقولك صلاة الفائتة أصلي الظهر، وبعد الظهر نصلي مرتين الظهر والعصر مرتين، يعني صلي يومين في آن واحد، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم. في صلاة الفائتة. شكرا أستاذ عبد المهين. هو فقط حتى نشرحه لها ونشرحه لغيرها، هو بالنسبة إلى الترتيب فقط في الإنسان لما صلاش خمس أوقات نهار، إنسان كم يصليش نهار يرتب صلاته، الصبح الظهر عصر المغرب عشاء، لما يزيد على هذا على الصلوات هذا لا يشترط الترتيب. واحد ما صلاش عامين ما صلاش سنة، يعني هو الطريقة اللي تريحه واللي تساعده يدير. لو حب مثلا يصلي كل ظهر مع الظهر وعصر مع عصر ومغرب مع المغرب وعشاء مع عشاء له ذلك، لو حب مع الظهر يصلي نهار ومع المغرب يصلي نهار ومع العشاء يصلي نهار، احنا ما كانش هكذا سي عبد المعين، ما كانش يعني طريقة معينة، المهم أنه يقضي بالطريقة التي تريحه هو، الطريقة اللي يدير فيها فانية طريقة مدام راهي واجدة عفوا صايبة فيها نفسها ومرتاحة. فقط الإنسان يستصحب نية القضاء، يعني ما دام هو يقضي دائما الدنيا حتى يؤجره الله سبحانه وتعالى على 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 ذلك. الله يجزيك خير ويبارك فيك ان شاء الله. نستقبل مكالمه السيد حسين من سطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، وبارك الله بكم على الحصه هذه، ونشكركم شكرا جزيلا. لا شكر على واجب، ربي يحفظك في الخدمه. بارك الله بك. سؤال اول، يقول لك ما حكم من يقول اذا اردت ان تصلي ان تجعل امامك سطره؟ من يقول ان تجعل امامك سطره؟ امامك سطره في الصلاه قصدك؟ في الصلاه، في اي صلاه، في البيت ولا في المسجد ولا في، نعم. ثاني سؤال ثاني. نعم واضح شيخ. ما حكم الذين يذهبون إلى المسجد بالصف الأول ويسندون ظهورهم إلى الجدار ويقرؤون القرآن وأرجلهم في وجوه المصلين؟ نعم نعم. ما حكم كذلك نفس في نفس القضية، يقول لك إذا أردت، يعني كان بعض الناس مرات، نعم، ويجلسوا يطلقوا رجليهم، يقول لهم قولوا لهم غطيوا رجليكم ما تقولهمش هكذاك عريانين. نعم. في المسجد كاين انسان مرض بالروماتيزم ولا بالبطروز، كي تخلص الصلاه يطلق رجليه، سمعت واحد يقول له لازم تغطي رجليك، لا يجوز، هل هذا صحيح؟ نعم. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا على هذه الحصه. ربي يحفظك سي حسين. ربي يحفظك ويبارك فيك ودعينا معك. شكرا. ومتبادل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سي حسين، في حفظ الله ورعايته. شكرا. هل هناك اتصال زملائي؟ طيب، ام محمد من الطارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله خويا. تفضلي سيده ام محمد. خويا عندي نمر بالك اربع اسئله ولا خمسه. اربع اسئله وخمسه. ام محمد من الطارف. السؤال الأول. السؤال الأول. نعم. عن عجوزتينا مال ظنها كامل ويا موراي، تحرش في راجلي، تحرش، وتكذب عليا وتشهد عليا شط الزور. وأنا نضمحلك ونقول طيب ما نجيش نعطيها، وأنا ندير فيها الخير ونعطيها الماكلة ونكفيها، نحلف ونقول صايم ما نجيش نعطيها وما نجيش نهضر معاها. يا خويا أنا مالهم بعد نقول نخاطر ربي نقول يماه. نعود من جديد نعطيها، نضل نحذف. نعم. يعني هذا على من يغضب عليا، واش عندي في حلوفات هذوك؟ بالك حلفه 66 خطره والله الوفات وخطرات. نعم. والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني قول انا راجلي ما يأمنيش وما يضلوا يقولوا فيا وتدعي عليا وتقول في كلام العيب عليا وتطيح لي في الكلمه ويسبوا فيا. وانا كي نشكي هو ما يسمعش ليا، نقول انتي تكذب قاعده تكذب عليا ما كاش ما نقدرش وما يديروا فيك كيما هكذا. مره من المرات خويا تعمر قلبي انا، كانت تعلي حطيت يدي على المصحف قلت كون زين نشكي لك قلت انا ما يخرجها ربي فيا. واش
من خطره نسيت باللي حاسه على الله المستعان. كانت قرايبي ديرتو ديرتو ديرت حتى نصيب روحي كلنا ما ام هما قالوا ام هما داروا ام هما كذا، وانا حاسه هكا ربي على المصحف باش نتاع الليل وخايفه من ربي يغضب عليا غضب شديد. هذا السؤال الثاني خويا تيولي فيه الله يسترك. انت حابه تقطعيهم يعني ولا وشنو؟ والله ما سمعتك خويا. قلت لك حابه تقطعيهم يعني بسبب الاذيه اللي راكي تعيشي فيه. قلت لك خويا منين نضمن منين هما يضخموا فيا في المنكر وانا شكلو هو يكذبني انا يقول لي ما كاش من هانتي تكذبي. قلت لك على 19 نتاع الليل حطيتي يدي على المصحف قلت له كانت مشكيلك قلت له ربي خرجها فيا يا خويا ونسيت وشكيت. الله المستعان. فهمتني خويا؟ سؤالك الثالث. السؤال الثالث يا خويا يضل يضرب فيا الضرب نتاع الموت، يضرب فيا الضرب نتاع الموت، يضربني من الحيط للحيط، يضربني غير بالركاب، يضربني في الأرض ويعفص ويعفصني أنا نصلي، وأنا نضل ندعي عليه وندعي على أمه، ندعي فيه غير بالموت، بل بعيد بعيد ربي يهديه، ومن بعد يا خويا وليت ندعي لهم غير بالموت، يا هل ترى ربي يحاسبني، كي قاعدة ندعي فيه وفي يماه والله لا. معليش 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 واضح واضح محمد. ما تقلقيش روحك ام محمد ام محمد ام محمد ما تقلقيش روحك ليطمئن قلبك ان شاء الله. اسمعي نصيحة الشيخ واسمعي جواب الشيخ وان شاء الله يكون مخرج لك ان شاء الله في القريب ان شاء الله، وان شاء الله المودة والرحمة ان شاء الله تكون في ديوركم ان شاء الله. وما تقلقيش روحك، صلي وادعي ربي وقومي الليل وان شاء الله تفرحي في القريب ان شاء الله بالعيشه اللي راكي حابتها ان شاء الله وتفرحك في حياتك ان شاء الله. طيب الله المستعان. محمد بن سيدي بن عباس السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل محمد. شيخ عندي اسئله من فضلك. الاول السؤال الاول ما حكم صلاه الجنازه داخل سور المقبره؟ يعني يصلوا صلاه الجنازه داخل ولكن المقبره تقعد الرول ما تكونش القبله تاع تاع المصلين. داخل سور المقبره. داخل سور المقبره نعم. يعني ماشي داخل المقبره. ايه دايرين سور على المقبره. يعني في خارج في خارج المقبره. يعني السور مبعدين على المقبره دايرين حاجز كبير يعني يصلوا داخل سور. يعني داخل السور الداخل. السؤال الثاني. تفضل. ما حكم من نسي سورة الفاتحة في الصلاة مع الإمام؟ ما حكم من نسي سورة الفاتحة؟ مع الإمام. ربي يوفقك إن شاء الله سي محمد. الله يحفظكم بارك الله فيك. مع السلامة في حفظ الله. الله المستعان. شيخنا. نعم. شيخ القادر سألناك. الدورة على الشيخ محمد. مرحبا. الله يحفظك. زهور من تلمسان تقول لك 200 مليون كم هي زكاة مالها؟ و100 مليون كم هي زكاة مالها؟ سيدة زهور احنا عندنا النسبة المئوية اللي هي 2.5%. 2.5%. كي نديروها بالعملية الحسابية. تولي عندنا كل مليون فيه 25,000 250 دينار اللي احنا نقولوا لها في الجزائر بالعامية نتاعنا 25,000. 25,000 في المئة في المليون في المئة مليون. 100 مليون تولي 2.5 ملايين. 100 مليون فيها 2.5 ملايين الضعف نتاعها. كل هذه ضعف هذه وهذه ضعف هذه. 200 مليون 2.5 ملايين في 2 تولي 5 معناتها 100 100. 2.5 ملايين 2.5 ملايين تولي 5 5 تولي 5. يعني الاولاني 200 مليون يخرج 5 و100 مليون يخرج 2 ملايين. ايوه 200 مليون يخرج 5 و100 مليون يخرج 2.5 ملايين. ان شاء الله وربي يبارك لهم في مالهم يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. شيخنا الحجاموني من العاصمه تقول لك كنت صغيره وكنت اجهل يعني فقه الصيام. نعم. وكبرت وليت نعرف وكي كنت صغيره ما كنتش نصوم، صمت 8 أيام يعني تاع رمضان والباقي كنت نفطر وكنت نلعب وكنت في هذاك الوقت يعني كبيره.
لك في هذه الحالة كيف نعوض هذا الصيام؟ العمر إذا كان في ذاك الوقت بالغة، لأن هي إذا كانت متأكدة أنها كانت بالغة في ذاك العمر، إحنا نقولها تقضي فقط هذه الأيام، تقضي هذه الأيام، ولكن مع القضاء عندها كفارة للتأخير، تقضي كل نهار كل نهار فطراته، تطعم عنه مسكين. مسكين. كيف نقولوا مسكين يعني 5000 تكفيها، خبزات تكفيها، شكارة حليب تكفيها، المهم إطعام، إحنا ما نشترطوا شرط يعني أرطل تاع السميد تكفيها، المهم. المهم تحصيل أيام، تشوف شحال أيام. قال عندي 10 أيام، عندي 20 يوم، عندي 30 يوم. ومش بالضرورة تصومهم دفعة واحدة، تصوم بنهار بنهار، نهار تصوم وثلاث أيام تصوم، وهكذا. ربي يتقبل منا ومن عاش. آمين، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. حسين من شيخنا من سطيف يسأل يقول لك ما حكم من يقول يعني لازم تضع سترة أمامك أثناء الصلاة؟ الذي قال هو الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. سيد حسين، الذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مروي في السنن أو في بعض السنن. الآن هل فليصلي إلى سترة، هل على سبيل هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب إلا لقارنة صارفة، هل فليصلي إلى سترة على سبيل الوجوب أو على سبيل السنة والاستحباب؟ بعض العلماء قال على سبيل الوجوب، الإمام مالك قال على سبيل الاستحباب، خاصة إذا كان في مكان يعلم أنه لا يدنو فيه أحد. لكن نعطي لك أحكام، أن الإنسان لو وجد سترة في المسجد تاع سترة وخلاها وراح صلى في مكان خالي في وسط المسجد، وللأسف الشديد موجود هذا في وسط المسجد، وجاء إنسان مر بين يديه فالمار آثم والمصلي آثم أيضا، آثم إلا إذا صلى المصلي في مكان مثلا راح عند الباب وراح يصلي، نعم، أو مخرج مخرج، وأنا لازم نخرج، نخرج ولا ما نخرج؟ نخرج، الناس تخرج، ويأثم من يأثم الذي صلى إلى الباب ولم يتخذ سترة، والسترة كل حاجة مرتفعة بقدر ذراع، يعني قدر ذراع قولوا يعني 50-40 سنتيم هكذا، 60 سنتيم، تكون متصلة بالأرض مرتفعة، بمعنى أنه عصا، لوحة كما هذيك تعليق قرأوا عليها حاملة المصحف، العرصة. الإنسان إذا كان قدامك إنسان وصليت إليه فهو سترة، يعتبر سترة. فمليح الإنسان بعدا خروجا من الخلاف يصلي إلى يتخذ سترة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأثناء صلاة الجماعة؟ أثناء صلاة الجماعة لا، صلاة الجماعة السترة على الإمام. السترة على الإمام، فالمأموم ليس له سترة. ابن عباس يقول كنت نسير بين صفوف الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحط الزيلان تاعو ويدخل في الصف، يقطع الصف، فدل على أن المأمومة سترته إنما هي سترة الإمام ولا سترة له. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا الشيخ الأخ حسين من سطيف يقول لك البعض يعني من يصلي في الصف الأول يعني يمسك المكان تاع الصف الأول ويتكى على الجدار ويعطي رجله أكرمكم الله يعني للمصلين، لك هل هذا يعني زيد لها حاجة واحدة أخرى؟ نعم، ويعس الداخل والخارج. يعس الداخل والخارج. هذه مليحة، هذه الجواب يكفي خلاص. والله العظيم أفى الشيخ عبد القادر، يعني عين في المصحف وعين في الباب. فقط شيء حبيت أن نضيفه فقط هو بالنسبة إلى السترة، أن المار أن المرور لا يبطل الصلاة. نعم، لأن كاين بعض الناس يدير في باله بالليل وكان يمر قدامه تبطل الصلاة، هي الصلاة لا تبطل. نعم، الصلاة يبطلها غير إذا راح الوضوء ولا هو بطل النية تاعو ولا خرج من الصلاة، فقط
إضافة فقط للشيخ محمد ما قاله هو الأوفى والأكمل. والله يشوف إحنا عندنا أداب صح ما عندناش يعني ذاك يقول لي وش هو الحديث أنت جيب لي الحديث وجيب لي كذا أكيد ما عندناش حديث معين في 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 أحداث معينة يعني في في بعض السلوك ولكن عندنا نعم عندنا أعراف عندنا أعراف هذه الأعراف هي هي منظومة من القيم منظومة من الأخلاق فالإنسان اللي يقرأ القرآن اللي راه عاجز يا سيدي ومدد رجليه ما عنده حتى واحد يقول لي ولكن أنت من الأخلاق لو الإنسان راه في في مجمع يعني لو أن إنسان نفترض جاء شخصية كبيرة ولا حاجة ولا هل يقابله بذيك الجلسة؟ ما يقابلوش ذيك الجلسة صحيح لا إله إلا الله والله ما يقابله بذيك الجلسة يعرف باللي يخاف يخاف منه وكذا ما يقابلش ولكن أنت تقابل كي تكون مستراح يعني ما كان حتى واحد ولا في دارك ولا حتى واحد ما يسأل واحد ما يحوس عليك ولكن يبقى المسجد عنده الحرمة تاعه يبقى هي قضية جملة من الأخلاق نتأدب فقط هو أدب لأن عادة الناس تستقبل القبلة فيها غالبا نحن نستقبل القبلة قد يكون عندي سجدة قد كذا ثم أيضا لما نستقبل كما قال الشيخ محمد لما نستقبل القبلة ما ننشغلش بالناس اللي داخل وخارج ما ننشغلش يعني بعض الأحيان نذكر مرة يعني كنت ندير في الدرس يدخل واحد مجموعة مجمعين هكا عند الباب يجي هذاك الداخل واش يدير يعطيني بالظهر يعطيني بالظهر ويعني هو راه بعيد شوي عليا ولكن من سوء أدب تاعو هاو الآخرين كيما قدول هذو لكن هما موش جايين هاك أنا حبست الدرس قاعد نشوف فيه يعني هذا سوء أدب كيف أنا الأستاذ يدير ولا شيخ يدير في الدرس وانت تجي داخل الجامع وتعطي الإمام تعطيه بالظهر وجيبت جماعة قصرها والشيخ محمد هنا جيت أنا داخل وهكا ونقصر بنقابلهم سيء الأدب هذا يعني مو هذا موش أدب وكي تجي من كبير لو جات من صغير ما يديرهاش بس كي تجي من كبير والله أدب سوء أدب فأنا حبس قعدت نخزر فيه أصحابه قالوا له حسيت قالوا له راك حشمتنا ولا حاجة إيه علاش تدير هذا الشيء هذا تيجي توحش الجماعة أنا قلت له كنت متوحش أصحابك روح لدارهم روح لدارك وشوفهم محتاجين جماعة ها هو الساحة تاع الجامعة روحوا جمعوا علاش جاي في الجامع جاي في الجامع وتعطيني الظهر تاعك أنت يعني ما تحشمش هذا سوء أدب هذا لهذا كاين أداب كاين بعض الأداب ماهيش من صغر وإنما النبي علمنا منظومة من الأداب من الأخلاق احنا نتأدبوا معه هذا هو المقصود يعني هذا هو المقصود أن بعض الأحيان مش بالضروري يكون من نص عليه احنا دروك نجو مثلا كاين مثلا بعض عند بعض الناس عند الأعراف مثلا الكوريين ما يشربش قدام كي يشرب ما يشربش قدام الكبير يشرب على جنب هذا أدب عنده كاين مثلا بعض مثلا أعراف مثلا ربما بعض الدول في الجوار موريتانيا ولا كذا كي يسلم ممكن ولا مثلا ربما مثلا يشوف ما يبعدش على عينه هذه كلها أخلاق لأن توافقوا عليها احنا ممكن ما ولفناهاش ولكن هذه جمله من الاخلاق يعني الانسان يتادب ما يمتش رجله لوجه الناس قله ادب هذا والله ما هي وكاين ادب يعني نعم الله يصلحنا ان شاء الله ويصلح احوالنا قله ادب والله يعني اضافات مرات الاحظها لانه متاذي منها انا شخصيا متاذي منها يعني في المسجد تشوف واحد مد رجليه والاخر جاي يصلي في الصف يسجد له عند رجليه ولا يتحرج ولا يفيق باللي راه داير حاجة عند وجهه عند راسه وحشك رجليه عنده ولا يجبدهم أثناء صلاته ولا أثناء الآخر ركوعه يعني للأسف الشديد وأنا مرات ما نحيرش من شاب صغير دارها مرات الناس كبار اللي تربوا احنا وقتنا تربينا عليها باللي عيب صح. أبو حنيفة قال رجليه جاء السيد الغريب اللي جاء مكسل كرعيه ففي الاخر قال انا لابي حنيفه ان يمد رجلي هذه من وقت ابو حنيفه وقبله معناتها عيب انك تمد حتى تطبع ان شكون هو باش مد رجليه تمد بهذه الصوره يعني للاسف الله المستعان الله المستعان شيخنا ام محمد بن الطارف سالت يعني جمله من الاسئله وكلها كانت تدور لا مازال حسين
حسين عندي سؤال. نعم أخي. تاع تغطية الرجل. ايه. تاع تغطية الرجل. اي نعم. لا أدري ماذا لا هو من الأداب يعني أستاذ عبد المنعم. من الأداب ذوك الآن إنسان مشمر على رجليه قدام الناس ومكسلهم، هذه من الأداب. عيب الإنسان لما يكون بمثل هذه الصورة يلم رجليه، مش ناحية كما قال الشيخ عبد القادر، يعني مش دائما قال الله وقال الرسول هي اللي تحكم بيناتنا، مرة الأداب العامة. أجل الله أقداركم لو الإنسان يبصق في قدام الناس نقول أعطي لي نص حديث ولا آية تنهى عن ذلك، كي تقول لي ما كانش ما لا يجوز أن نفعلها نقول لك لا هذا عيب، هذه من الأخلاق العامة اللي ورثناها اللي تربينا عليها ونحافظ عليها. أداب عامة ماشي ملي عيب نديروها. الناس بكري كل واحد واش عنده في العرف نتاعو. احنا يعني كان والدينا ترباو مثلا عيب يشد ولده قدام باباه مثلا، يعني في وقته كانت عيب، الان تغيرت الظروف وصبحت لا تركها المجتمع. المرأة ما كانش تاكل قدام الرجال، تستحي تروح تاكل في بيت وحدها، ربما تبدلت الامور. لكن حبيت نقول باللي فيه آداب عامة يتفق على قبيحها بأنه قبيح وعلى حسنها بأنه حسن. ونديروها. يجي في المسجد، يعني نشوف مثال، نعطي لك مثال اللي شفته بعيني، يعني مثال كرسي محطوط، يجي إنسان أجل الله قدركم يجيب التقاشر تاعه ينشرهم فوق الكرسي قدام المصلين، يعني معقولة هذه؟ هذا أدب؟ أقول لك هذا مش فوق أدب. فوق المدفاة. إيه فوق المدفاة، حط صح حشاك صبته فوق المدفاة. المدفاة فيها حرارة، والحرارة مع الحذاء تطلق رائحة. يعني ما كانش مكان آخر تحطه إلا في مكان مخصص. في أماكن. ولا تدخل لي في المسجد ترمي حشاك صباتك ترميها قدام المدخل تاع المسجد وتدخل، ومن بعد تجي جاي تصيب عرام تاع أحذية. مش عيب هذا؟ والبعض يتأذى يعني من هذول الأحذية كي تمشي طبعاً. بعضهم يعني فيهم سبتات هذوك تاع الحديد تحبس عليها. يحبس عليها. نعم. مرات شفت فيديو داروه يعني فعلا لتربية الناس، إنسان بالعصا ما صابش وين يحط العصا نتاعه، حطها فوق حذاء وزلق به الحذاء راح طاح. قال شوف وين توصلك سوء الأخلاق وسوء الأداب. فنفس الشيء يعني إنسان يكون يربي روحه بروحه. إيه نعم يكون متذلل. علاش الشرع نهانا باش يصلي الإنسان ديباردور، يعني كتافه معدين، يعني لأنه تشوف روحه بلي راك راح ترقد، هذا إنسان راح يرقد. نعم. تجي لي بثياب تاع النوم للمسجد، تروح تصلي دير مثلا دير هكذا مثلا هكذا، منظر مشمئز. ف قال لا سقم روحك لأنك راك في هيئة راح تقابل الله تعالى. وخذوا زينتكم عند كل مسجد. العلماء تاعنا لما نروح نقرأ عند كل مسجد هي كل صلاة. نعم. عند كل صلاة، يعني كيف قال نحسه شوية وتبين له باللي تأذيت والله ما على باله بك. تبين له المفروض الإنسان قل له اسمح لي ندرت حاجة ماشي مليحة، اسمح لي. تقول له ركضت اسمح لي. لا والله ما على باله بيك، هدر ولا رياح. لا إله للأسف الشديد. الله المستعان. يعني فعلنا شوية ودينا. طيب. الوقت أم محمد والسيد محمد بن سيدي بالعباس، أسئلتكم إن شاء الله سنطرحها الأسبوع القادم إن شاء الله بحوله تعالى. بارك الله فيك شيخ محمد. يسمحونا مرات مليح هذا. أي لازم إن شاء الله المواضيع هذه كثروا فيها إن شاء الله. شيخ عبد القادر يا مرحبا، الله يحفظك الله يحرمنا منك ومن طيبتك انت الشيخ محمد. امين يا الله، منورين دائما ان شاء الله. مشاهدينا الكرام استودعكم الله، السلام عليكم.